هذا هو أفضل صديق لطفلك الصغير أثناء السفر، مقعد الراحة كومفورت أب. لنقل الأطفال الصغار نستخدم ملحقاً مريحاً للأطفال الصغار. عندما يكبرون قم بإزالة هذا الملحق فقط. مسند الرأس بهذا المقعد ناعم ومريح وقابل للتعديل. فقط اسحب المسمار ثم لفه واضغطه مثل هذا تماماً. بسيط، أليس كذلك؟ يمكننا أيضاً ضبط ارتفاع الأحزمة. نقوم بفك الأبازيم. الآن نقوم بسحب الأشرطة من الأمام وننقلها إلى أعلى ونربطها على مستوى جديد. هل ظهرت به بقع؟ قم بإزالة الغطاء. قم بفك الأبازيم ثم انزعها، ويمكننا غسله في الغسالة. يمكن تثبيت المقعد بالسيارة بسهولة. فقط ضع المقعد واربطه بحزام الأمان واسحبه هنا وحركه واسحبه مرة أخرى، ونحن نربط. جاهز؟ حسناً، حان الوقت لنركب السيارة ونضع الطفل الصغير بمقعد السيارة. نلبس الأحزمة ونربطها ونشدها وهي جاهزة. أصبح المقعد جاهزاً تماماً. يمكننا الآن الخروج إلى العالم.